مشكلة. أنا أجمل دولة سافرتها بيسألني سيف الحوسن وش أجمل دولة سافرت لها، يمكن تستغربون فعلا، يمكن كأوروبية أوروبية يعني أرى الطبيعة اللي هي النمسا من أجمل ما رأت عيني. النمسا كأوروبا من أجمل ما رأت عيني، استأجرت سيارة ما جعلت شبرا إلا وطئته بفضل الله، من أجمل ما رأت عيني، وشعب يعني جدا جميل. كعربية راح تنصدمون، الجزائر أجمل دولة عربية زرتها، الجزائر فعلا جنة الله في أرضه، سويسرا العرب، يا الشريعة، جبال الشريعة، بوليدة، عندهم منطقة اسمها وهران، من أجمل ما رأت عيني، جنة الله في أرضه. يا شيخ تصور نطلع منطقة في الجزائر جبال الشريعة 3 كيلو فوق، الثلوج موجود، ثلوج تنزل تحت تسبح من الحر، وهران ضباب، طبيعة خلابة جدا في الجزائر. الجزائر قارة، قارة من أجمل ما رأت عيني كبلد عربي، من أجمل ما رأت عيني. طبيعة أنهار، حدائق، صحراء، بحر، شاطئ، وتراث، آثار، مدنها العتيقة، تمشي بالمدن العتيقة تستلذ، تأكل خبز الدار. في الجزائر عندهم شيء اسمه خبز الدار، من أجمل ما رأيت ومن أجمل ما ذقت. ناهيك عن ترحيب الجزائريين، يشعرون كأنك ملك، سبحان الله. الدولة دائما ترسم انطباعها الأول في ذهن الرجل الذي يزورها. يعني أنت لو لا قدر ذهبت ورأيت معاملة فظة من بعض الناس تكره الدولة، لكن لما تذهب تشعر يعاملونك كملك، تشعر أن هذه الدولة خلاص. فالجزائر أنا أرى أنها من أجمل البلدان العربية طبعا، وأنا أجزم أنه الأغلب ما ذهب للجزائر. أنا ما أسوي دعاية، ترى ما عندي مكتب سياحة، بس أنا أجزم أنه أكثر العرب ما ذهب للجزائر.
ما ذهب إليها. الجزائر جنة الله في أرضه. سيروا جبال الشريعة بوليدة. تصور يا سيف الجزائر مثلا ذهبنا منطقة اسمها مدينة الورود البوليدة. تصور بين الطرق احنا نزرع نخل صح، هم يزرعون برتقال. تقف يعني نقف على الطريق ونقطف برتقال. عندهم منطقة اسمها المطمورة، هذه بس تكفي أوروبا بس حمضيات، أوروبا كاملة تكتفي منها حمضيات. ناهيك عندهم غابة قديمة، تعرف أول فيلم طرزان مثل بالستينيات أتوقع والخمسينيات، عارف وين مثل أول فيلم طرزان؟ عارف وين؟ في الجزائر. أنا هذه معلومة كنت أعرفها. دخلنا حديقة في العاصمة الجزائرية، والله نسيت اسمها اللي يذكرني باسم أخواننا الموجودة على البحر، حديقة جميلة جدا، شجر آلاف السنين هذا. فلما دخلنا الحديقة زيارة فيقول مدير الحديقة، قل تعرف يا شيخ هذه الحديقة، حاطين طبعا هم كاتبين على المدخل، مثل فيها أول جزء، الجزء الأول لفيلم طرزان، لأن الطبيعة الموجودة والشجر الموجود والخلابة الموجودة هذه وعمر الشجر ساعد على الفيلم. فتصور قال فيلم الأول جزء الأول تم كله تمثيله هنا. وش رأيكم؟ أنا متأكد 99% من العرب ما يعرفون. المهم جمالها، فهي أجمل دولة رأتها عيني في الدول العربية صراحة، من طبيعة جدا 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 خلابة، والأكل البحري وكذا والمعاملة الطيبة، والحمد لله يعني تشعر أنك في وطنك. رسالة تقول أنا معك، شيرين تقول أنا معك شيخنا، الجزائر من أجمل بلاد العربية، أنا زرتها قبل 6 سنوات والجزائريين يحبون كثير. أشهد. بلادكم جنة، الله عز وجل رزقكم جنته في أرضه، يعني جمعتم الخير، جمعتم الماء والخضراء والوجه الحسن، ويجب أن تكونوا مع أوطانكم. هذه المناظر الآن أسعدتني جدا، إحنا نسافر أوروبا ونسافر كذا حتى نرى هذه المناظر، تعجبت لما رأيتها في بلد عربي كالجزائر. عليكم أن تنقلوا هذه الصورة العذبة الجميلة للشعوب العربية، نحن لا نعلم عن جمال الجزائر. أتمنى الله عليكم بجمال الجو، بخصوبة الأرض، وبالأمن الآن. استثمروا أوطانكم ما استطعتم، ودوروا مع وطنكم حيثما دار، وكونوا كالرحى.